بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كل عام وانتم بخير بمناسبه هذه الايام المباركه التي تعتبر من احب الايام الى الله سبحانه وتعالى سنقرا معا هذا الحديث الشريف ايها الاحبه ثم نتامل هذه الاعمال الرائعه التي يمكنك ان تقوم بها اخي الحبيب قبل فوات الاوان يقول عليه الصلاه والسلام ما من ايام افضل عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من ايام العشر فاكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ايها الاحبه معظم الناس للاسف منشغلون منغمسون في هذه الدنيا غافلون عن الفوائد العظيمة التي تنتظرهم هي عشرة أيام فقط عشرة أيام أقسم الله بها قال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر ولكن أنا كمؤمن ماذا يمكن أن أفعل أخي الحبيب ينبغي أن تبحث عن أحب الأعمال إلى الله نحن علمنا أن هذه الأيام العشر هي الأيام المحببة إلى الله عز وجل، ولكن ما هي الأعمال التي يحبها الله كثيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا بذكر الله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال أيضا: ولذكر الله أكبر. إذا أكبر عمل يمكن أن تقوم به هو ذكر الله. لأن الذكر أيها الأحبة يهديك لأعمال البر الذكر عندما تذكر الله وعندما تسبح الله وتعظم الله وتنزه الله سبحانه وتعالى وتحمد الله عز وجل وتكبره كثير من الناس يقول الله أكبر الله أكبر ولكن لا يستوعب معنى هذا لا يطبق هذا الكلام في حياتي أنا أريد أن أرى معنى الله أكبر يتجلى في حياتك اخي الحبيب، عندما تقول الله اكبر يجب ان تختفي كل الهموم والمشاكل من حياتك، لان الله اكبر من مشاكلك. الله اكبر من حالتك الضيقه، الله اكبر من مرضك، الله اكبر ممن يمكن ان يؤذيك او يحسدك او ممكن ان يضرك، ولا يضر ولا ينفع الا الله طبعا. لذلك انت عندما تجد معنى الله اكبر يتجلى في سلوكك اليومي سوف تبحث اوتوماتيكيا عن العمل الذي يحبه الله. احب الاعمال الى الله على الاطلاق الصلاه على وقتها. اذا اذا كنت لا تصلي التزم هذه فرصه اخي الحبيب للالتزام بالصلاه. احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. انتبه معي ايضا أن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله إذا الصلاة رقم واحد والصلاة طبعا ما هي الصلاة؟ هي الذكر هي قراءة القرآن وهو الذكر وفيها التسبيح وفيها حمد الله وفيها التكبير إذا كل العناصر التي أمرنا النبي بها التكبير والتسبيح والتحميد الحمد الله يعني موجودة في الصلاة فهي أعلى وأعظم عمل يمكن أن تقوم به فإذا كنت تارك للصلاة ابدأ منذ الآن إذا كنت تنتظر فرصة لتبدأ الصلاة ابدأها الآن في هذه الأيام العشر والله سبحانه وتعالى سيثبتك وسيجعلك تتذوق لذة وحلاوة هذه العبادة الرائعة التي ستغير حياتك بالكامل، ولكن بشرط ان تطبق في حياتك معنى سبحان الله، اي انزه الله عن كل شيء، عندما يضيق الرزق وتقول سبحان الله، يجب ان يكون في داخلك احساس ان الله عز وجل قادر ان يرزقني. يعني تقول انزه الله عن الضعف. انزه الله عن عدم القدره على رزقي الله قادر ان يرزقني بغير حساب ان الله يرزق من يشاء بغير حساب اذا ذكر الله والصلاه هو العمل رقم واحد الذي يجب ان تحرص عليه في هذه الايام العشر اخي الحبيب من احب الاعمال الى الله بر الوالدين وبر الوالدين ايضا يضم حوله صله الرحم ولو بكلمة ولو بتليفون ولو برسالة تطمئن على الناس على أقاربك على أهلك على جيرانك على من حولك حتى الجار النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرامه على الأقل أكرمه بكلمة قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ولو بكلمة ولو برسالة اطمئن عليه إذا صلة الرحم أيها الأحبة من ثمراتها اولا انها تطيل العمر والاعمار محدده ولكن هناك اسباب طبعا قدرها الله انها تكثر الرزق صله الرحم يكثر الرزق ويطيل العمر ويمنحك السعاده اذا عندما تصل الرحم انت تطبق عملا يحبه الله كثيرا فاذا كنت مثلا قطعت رحما ما صله الان فرصه هذه فرصه ستنتهي مع اليوم العاشر وهو اول ايام عيد الاضحى المبارك، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيده بالخير علينا وعليكم وعلى جميع العالم الاسلامي. العمل الثالث الذي يحبه الله كثيرا اخي الحبيب ومعظمنا يغفل عنه. الله تعالى يقول انتبه معي ومن احسن قولا ما هو احسن قول؟ الله يخبرنا ما هو احسن ما هي احسن كلمة يمكن ان اتكلم بها؟ انا احب في هذه الايام ان يكون كلامي كلاما يحبه الله، ما هو احسن كلام يمكن ان انطق به؟ القرآن يجيب يقول الله سبحانه وتعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. اذا الدعوة الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اذا العمل رقم واحد هو الدعوه الى الله تبارك وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اليوم اخي الحبيب انت تستطيع برساله على واتساب بمشاركه معلومه عن القران عن السنه معلومه مفيده نصيحه مفيده تشاركها مع من تعرف ومع من لم تعرف او لا تعرفه هذه المعلومه هي دعوه الى الله اليوم اصبح اسلوب الدعوه الى الله اسلوب الكتروني بسيط كل واحد يستطيع ان يدعو الى الله وهو في غرفه نومه بينما في الماضي كان الوضع يتطلب السفر والمشقه والحوار والاقناع اليوم وانت جالس تستطيع ان تدعو الى الله اذا العمل الثالث هو الدعوه الى الله سبحانه وتعالى قلنا الصلاه على وقتها وذكر الله رقم واحد لأن ذكر الله لا ينفصل عن الصلاة وبر الوالدين وأيضا مع صلة الرحم لا ينفصل عن بعضهم والعمل الثالث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة أعمال أنا بالنسبة لي أنصح بها في هذه الليالي العشر وخلال هذه الأيام العشر بالإضافة للعمل الرابع وهو مهم جدا وهو الصيام حاول أن تصوم هذه الأيام فإن لم تستطع على الأقل يوم عرفة. صيام يوم عرفة تعلمون أنه يكفر الذنوب سنة مضت وسنة ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا أنت لديك فرصة الآن لماذا تضيعها؟ هو يوم يوم واحد فقط لا تنسى أن تصوم هذا اليوم ويفضل أن تصوم الأيام العشر لماذا؟ لأن هذه الأيام أيها الأحبة، الله يحبها ويحب فيها العمل الصالح والصيام يعتبر عبادة عظيمة جدا هي العبادة الوحيدة التي يجزي الله بها إلا الصوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، هذا حديث قدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وهناك باب من ابواب الجنة الثمانية مخصص للصائمين هو الريان، لا يدخل منه الا الصائمون. نسأل الله ان نكون جميعا منهم. العمل الخامس اخي الحبيب، ارجو ان تبدأ الآن بحفظ القرآن الكريم لأنه لن ينفعك شيء من الدنيا. حفظ القرآن مهم جدا، ليس مجرد رفاهية وليس مجرد ان تكسب معلومات وليس مجرد ان تتبرك او للثواب، لا لا لا. القرآن موسوعة علمية. تاريخيه فقهيه فيه اسرار الشفاء فيه اسرار الاولين والاخرين فيه معلومات عن الكون عن الفضاء عن الارض عن المخلوقات فيه نظام لحياتك فيه كل العلوم من علم الطب والهندسه الى علم النفس الى علم الجيولوجيا الى غير ذلك فانت عندما تحفظ القران انما تضع في 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 دماغك وفي صدرك وفي قلبك موسوعة علمية إلهية رائعة جدا. فحفظ القرآن خلال هذه الأيام مناسبة جيدة لتبدأ الحفظ على الأقل ولو حفظت صفحة أو سورة إذا أنت بدأت وهممت ونويت قل بينك وبين الله سبحانه وتعالى يا رب أعني على حفظ القرآن في هذه الأيام أو على أن أبدأ مشروع حفظ القرآن في هذه الأيام المباركة. والله سيوفقك ان شاء الله لهذا العمل المبارك لاننا جميعا ايها الاحبه لن ينفعنا بعد الموت الا القران. ياتي يحاجج عن اصحابه، ياتي نورا لاصحابه في القبر. تصور انك تنزل الى القبر الان احدنا قد ينتهي اجله في اي لحظه ويجد نفسه في ظلمات القبر، الا تريد نورا؟ اليوم نحن لا نتحمل قطع الكهرباء إذا انقطعت ساعة ساعتين لا نتحمل الظلام نحاول أن نتلمس أي وسيلة لنضيء بها الليل طيب كيف أنت ستمضي حياتك في عالم البرزخ إلى يوم البعث في ظلام دامس القرآن سيشع نورا في قبرك ويوم القيامة ستسأل عن القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، إذا أخي الحبيب انتبه معي حفظ القرآن هو شيء رائع جدا جدا، العمل السادس الذي أحب أن أتحدث به اليوم ترك المعاصي، هذه مناسبة أن تعاهد الله أنك لن تعصيه أبدا. وهؤلاء الذين لا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهدهم اذا عاهدوا هؤلاء لهم درجه عاليه جدا عند الله تبارك وتعالى في الجنه اذا اخي الحبيب ترك المعاصي هو عمل مهم كل واحد منا لديه معاصي تدخين النظر الى النساء النظر الى ما حرم الله اكل الربا الغفله عن كثير من الاعمال الصالحه اذا ترك المعاصي هذه مناسبة مهمة ان تترك المعاصي وترك المعصية هو عمل يعني انت عندما تترك النظر الى النساء الفاتنات بما حرم الله مثلا تترك النظر الى مشاهدة الافلام الاباحية تترك النظر الى مشاهدة اي شيء حرمه الله انما هذا من اهم الاعمال الصالحه التي يحبها الله، فعندما تنوي في هذه الايام العشره ان تترك المعاصي، والله اذا كنت صادقا سيتوب الله عليك ويبدلك خيرا منها، انظر معي الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث حقيقه يعني مهم جدا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه إذا العمل السادس ابدأ منذ هذه اللحظة بترك أي معصية وعاهد الله قد تموت غدا فتموت على الإيمان على النية الصادقة أذكرك بذلك الرجل الذي قتل تسعة وتسعين, وتسعين نفسا قتلهم هذا الرجل ثم أتم بهم المئة ولما فكر بالتوبة أدخله الله الجنة بمجرد أنه نوى التوبة يعني لم يتب بعد إنما نوى ف يعني اجعل نيتك صادقة مع الله وقل يا رب أنا نويت أن أترك المعاصي منذ هذه اللحظة وأنت القادر أن تعينني وقادر أن تكرمني وأن تبدلني خيرا منها سيبدلك الله خيرا منها مئة بالمئة العمل السابع الذي أحببت أن أبثه لكم اليوم أيها الأحبة التسامح فوائد عظيمه جدا فوائد عظيمه جدا للعفو والتسامح والعفو اسم من اسماء الله ونحن نعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام امرنا في ليله القدر ان نسال الله باسمه العفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا فمن الاعمال التي يحبها الله ان تعفو عن الاخرين يعني اذا كان هناك شخص اساء اليك انت بادر وتسامح معه لا تقطع احدا فليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم، اذا العفو صفه عظيمه جدا وصفه يحبها الله. طيب انا كيف اتسامح مع من ظلمني؟ هنا القوه ايها الاحبه الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد وليس الشديد بالسرعه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس بالقوه والعضلات والسلطه والسيطره والصوت المرتفع لا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ويتسامح والله يحب المحسنين والله مدح هؤلاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه الثقافه نريد ان نعممها اليوم ايها الاحبه نريد ان نعمم ثقافه التسامح لأن التسامح يؤدي بك إلى طول العمر، جامعة هارفارد قامت بدراسة طويلة جداً أثبتت من خلالها أن أكثر ما يؤدي إلى السعادة وطول العمر والحالة الصحية الجيدة والنظام المناعي النشيط والقوي هو التسامح، أن تعفو عن الآخرين، لأن الغضب يسبب مشاكل في القلب، مشاكل في الدماغ. مشاكل كثيرة جدا نوبات الغضب تسببها للإنسان. كيف نعالج كل هذا؟ بالتسامح. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني التسامح هو على رأس حسن الخلق. طبعا التسامح هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الأعمال، الصبر العفو حب الخير للاخرين الصفح عن الاخرين فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم، احبتي في الله هذه اعمال سبعه انا اقترح ان تبدا بها الان في هذه الايام العشر ان شاء الله هي مناسبه مناسبه جيده جدا وان تنوي ان تكون نيتك صادقه مع الله سبحانه وتعالى ان تنوي منذ هذه اللحظه ان تطبق هذه الاعمال وتنتهي عما نهاك الله عنه وتلتزم بما أمرك الله به لأن الله عز وجل سيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذه فرصة لمحو الذنوب تماما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا جميعا وأن يجعلنا من عباده المخلصين وكل عام وأنتم بخير مرة ثانية واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته